زهرة. خشوا جوا يا مروان. جربي. خير يا ابوي؟ راسك انضرت؟ بتتكلم عن ايه يا ابوي؟ كل اللي عمله فيك ده ورحاله برجليكي؟ كلب زي ده ما يستحقش الا انه ينداس بالمركوب. عارفه يا ابوي. ما عارفه رايحه ليه؟ رحت عشان خاطر عيسى. ويطلع مين الهفه ده عشان تروحي له؟ عيسى غير ماهر يا ابوي. جد اؤمر جناب اؤمر. شوف اللي اسمه عيسى ده فاني داهيه وغوره. كفايه يا ابوي. هو ايه كفايه يا زهره؟ الحاج سليمان مات وماهر ابنه اطرد من البلد زي ما انت عاوز. كان عيسى ماله؟ ذنبه ايه؟ نهمله لحاله. كلمه وقلتها ومش هعودها. عيسى ما منوش اذى يا ابوي. لا نظلم ونزود عليها عذاب. الرحمة حلوة يا أبو شاكر. كانك قصدة تنكد عليا وتحرق دمي. قلت لك 100 مرة ما عنديش واد اسمه زفت شاكر. أنا ما خلفتش غيرك أنتي وبس. سامعة؟ روح أنت دلوقتي يا جد. تحت أمرك يا ست زهرة. قبلت في عجلك يا أدوى ليه؟ من متى بتاخد الأمر من مخلوق غيري؟ تؤمر جنابك. شوف اللي اسمه عيسى ده فين؟ ومش عايز اسمع له حس تاني في البلد دي. اعتبره حسن. وانا قلت عيسى له يا ابوي. عيسى له. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.